افضل طريقه واحسن طريقه في حاجات كتير، يعني في كذا طريق ممكن يمشي فيها اي حد عنده فكره ستارت اب او عنده فكره مشروع معين عايز يقوم ويشتغل بيه. الفكره تتلخص في حاجتين، طريقين ممكن يسعى فيهم، هي حاجه اسمها حضانات رياده الاعمال. حضانات رياده الاعمال حاجات زي فلات 6 لاب، زي نهضه المحروسه، هي اماكن بتدعم الافكار الناس اصحاب المشاريع، بتدعمهم جزء مادي، بتدعمهم بكل الموارد اللي هم محتاجينها. وجزء تاني الجزء الخاص بحاجه اسمها كراود فاند، وما يقصد به هو التمويل الجماعي، وهو موجود دي ويب سايتس كتير زي جو فاند مي، زمال، مواقع كتير ومختلفه، ممكن من خلالها بنحط عليها افكار مشاريعنا وبنصور فيديوز بسيطه جدا، الناس من خلالها بتدخل من خلال العالم كله بيقدر يشوف الافكار بتاعه المشاريع بتاعتنا، ويقدروا يساعدونا كمان بفلوس اللي هم يقدروا يجمعوا مبلغ كبير جدا او مبلغ كويس يقدروا يستارت بيه الفكره بتاعته. ديت افضل طرق موجوده حاليا، يعني حتى الان اللي موجود هنا في مصر زي ما قلت لك فلات 6 لاب ونهضه المحروسه واماكن مختلفه، وناس مستثمرين ورجال اعمال عاملين مؤسسات للناس تستوعب افكار الشباب الكتير المختلفه. والجزء العالمي او جزء اونلاين هو الجزء الخاص بمواقع الكراود فاند، وهي زي زمال زي ما قلت لك، زي جو فاند مي ومواقع تانية مختلفه كتير.